سنة 2001 اجتمع عدد كبير من جمهور رامي عياش وأسسوا موقع خاص بنجمه المفضل، أطلقوا عليه اسم رامي عياش فانز، بيحتوي على كل شيء من A to Z. يومها أكدوا أنه هالموقع تم تأسيسه لشخص مميز عايش جوا القلب والروح بفنه موسيقته وضحكته. بيهتم الموقع بأخبار رامي الفنية والشخصية، بيحتوي على جميع أعماله وألبوماته الغنائية، صوره، حفلاته، مقابلاته التلفزيونية والصحفية، ومتابعة لمشاريعه المستقبلية. وبيطرح الموقع العديد من القضايا، بتبادل الآراء وتجارب الأعضاء. كمان بيراسلوا رامي من خلاله، وبيحتفلوا بعيد ميلاده وبكل نجاحاته. معجبين رامي عياش بيعرفوا عنه كل شيء، بيراقبوه بحفلاته، بالمقابلات التلفزيونية، يعني جو الحماس وين ما بيكون. بمعنى تاني هن ماركتينج من نوع خاص لرامي. وكيف لا، يا ويل اي مجلة او جريدة تكتب خبر مش مزبوط عنه، رامي عياش فانز ما بيسكتوا ولا بيوقفوا مكتوفين ايدي، بيبعتوا بكل محبة للمجلة اعتراض على الخبر وبيصححوا المكتوب وبينفوا الشائعة. كل شيء بخص البوب ستار بتلاقوه هون برامي عياش فانز.
قاعدين بالمطعم وناطرين، واحساسي بقلبي انه ما رح يجي رامي.